اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على قناتكم سان شانيل. فكما شفتوني راني مرونه كنخمم الصالون، فاخيرا ساليتو غادي ندير لكم الجوله في الصالون. فنبداو على بركه الله. فإلا عجبكم اوسي لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها البنات، وتخليو لي لايك وتخليو لي لي كومونتير او لا تخليو لي تعليق، شنو الاشياء اللي عجبوكم والاشياء اللي ما عجبتكمش. فهنا غادي نقتسم معكم يعني غير باش نستافدو فقط. فانا كذلك يعجبوني بزاف الانواع ديال هاد لي فيديو هادو. فهنا كما شفتوا هاد الحيط هذا اللي هو كولوار صغير، فانا دايره فيه مرايه كما شفتوا جاي على هاد الشكل هذا. الدخله فهي هكذا، كاينين هنا جوج ديال كودوارات، كاين كودوار على اليمين كودوار على اليسار كما شفتوا. فالدخله ديال الباب هي هذه ديال الصالون، فغادي نوريكم كل شيء بالتفاصيل باش تستافدوا ونستافدوا مع بعضياتنا. فهنا كما شفتوا الكودوار الاول اولا التكايه الاولى اللي على اليمين فجاي على هذا الشكل هذا. فكنت ديجا سبق ليا بارطاجيت لا فيديو ديال الصالون، بالحق كان ماشي بحال هذا الشكل هذا. فملي شونجيت ودرت لي طرافو بزاف الحوايج، فقلت واسي نشارك معكم من بعد كي ولا. فهنا كما شفتوا كاين ستاري اللي هو صغير، فيه واحد مترو و30، مترو و30 مترو و40 هكاك تقريبا. فانا دايره له جوج مخدات هنا. كما اول حاجه اللي بغيت نقول لكم البنات، فانا ديجا عندي صالون اللي هو رومي، فهاد الصالون هذا درتو بلدي، خيطتو يعني بالسفيفه كما شفتو. فبالنسبه الخياطه ديال هاد المخدات هادو اللي كيجيو في الجنب، اللي كيجيو في الكودوا حتى لي كودوا ولا كيجيو حتى التكايه، فانا خيطتهم بهاد السفيفه هادي فيها هاد الهدب هذا، وكذلك منبته يعني مخدومه بالعقيق. ف بالنسبه للزواقه اللي هي مطروزه كما شفتو، يعني مطروزه بالموزونه، فالمخده ديال 90 كما شفتوا، ومخيطه كذلك بالسفيفه من الجناب، يعني الكماله بالسفيفه والجنب حتى هو بالسفيفه. فبالنسبه للجناب اللي مكمله بهم المخاد، فنفس التوب ديال الزواقه، فنفس التوب ديال الزواقه، فنفس التوب ديال المخده اللي فيها الزواقه، غير هي موبرا اللي هي محفره كما شفتوا، ماشي سامبل، ماشي الموبرا سامبل، يعني الموبرا المحفره. فندوزو لهاد الكوان هذا، يعني دايره فيه هاد الديكورات هادو، تا هما كريستال جايين زويونين كيتلونو. بالنسبه للكوان اللي وريتكم قدامو جلسه، دايره فيها هاد المخدات الثلاثه اللي جايين بلون كاسي كما شفتوا، ومخيطين كذلك بالسفيفه. وقدام الجلسه يعني هذاك القنيت، فدايره فيه طبيله هكذا صغيره، فنفس الموتيف او لا نفس الديكور ديال الطبالي الكبار. ندوزو للسداري الوسطاني اللي كما شفتو، فهو تقريبا فيه واحد 2 متر 50. فبالنسبة للطلميطة ديال السداري فهي موبرا محفرة، نفس لاكولوغ ديال المضمه، نفس لاكولوغ ديال المخاد، فيعني اونسومبل. فهاد الزواقة هادي كما شفتو، يعني التوب ديالها اللي هو موبرا سامبل، والطلميطة فأنا درتها موبرا اللي هي محفرة. فبصراحة الكاليتي ما عندي ما نقول، ما كتشد لا خملة لا شي حاجة. فبالنسبه للسداري فانا درت له مضمه واحده او لحاف واحد. فبالنسبه للريدويات ما غيبانوش دابا، فخليكم معايا غادي نهبط لي فولي باش نوريكم الريدويات اللي انا دايره. فهنا ما باينيش مزيان مع اشعه ديال الشمس. فغندوز عاود للكوان الثاني، فهو نفس الديكور ديال الاخر، كذلك دايره طبيله اون فاس ليه، يعني طبله صغيره. وفوق الكوان فانا دايره هذا المصحف هذا، ودايره هاد المعطر هذا اللي كيخلي ريحه زوينه في الصالون. ها
بالنسبه لهذا الحيط كبير فانا دايره فيه ديك المرايه فيها ايه الكرسي. فبالنسبه لهذا الدري هذا بالنسبه له العبار ديالو اللي هو كبير فيه 5 متر و20، فانا دايره فيه جوج لحوف اولا جوج مضمات. وكذلك حداه في القنت دايره طبيله صغيره، وهنا في القنت الاخر اللي غادي نصور لكم دابا فكاين هذا الدري هذا اللي فيه 3 متر و20، فيه كذلك كودواغ اللي فيه جوج مسندات واحد على واحد ومخيط بنفس الخياطه يعني السفيفه ديال الصم والعقيق. وهنا في هذا الجنب هذا ما درتش طبيله، فانا درت هذا الكرسي هذا اللي مخدوم عند النجار، فهو نفس لا كولور ديال الطبالي لون كارتي ومغلف بالجلد يعني في اللون ديال الطبالي. فكان هذا هو الصالون، فانا ضربتكم دويره فيه كامل يعني بنهار. فحاليا غادي ندير لكم دويره فيه يعني بالليل مي كنطفي الضو مي كنشعل الضو كنهبط ريدويات. غادي نوريكم الشكل ديال الريدويات اللي درت كي راه داير. فكما شفتوا الصالون اللي هو هز ليا جوج طبالي كبار جايين طايرين. هنا غادي نوريكم كذلك الزربيه اللي هي في البوردو يعني زربيه ملكيه في الزواقه. غادي نقرب لكم باش تشوفوا الزواقه كيف دايره، دايره كلها بهاد الزواقه هذه اللي في الباش. فبالنسبه للكاليتي ما عندي ما نقول، كاليتي ليا زوينه ما كتشد لا خمله لا والو. وكذلك فيها جوج ديال لي كولور كتلون، مره كتبان بوردو ومره كتبان بحال الحمراء، ففيها جوج تلوان كتلون. فهي يعني هذا الصوفه ديالها ديال الحرير رطبه. فبالنسبه للريدويات فهما هادو كما شفتوا، ريدويات اللي هما سامبل يعني دايره غير وحديد مخيطاهم بالباندا، فتا هما مطروزين على هذا الشكل هادو. فبلا ما غادي نفسر لكم اكثر فالفيديو كيوضح نفسه. كذلك الجهه الاخرى حتى هو الريدو نفس ستين نفس الزواقه نفس كل شيء، فانا حاشيه من مول المخاد. وهذاك بالنسبه لهذا الريدو هذا فهو باب اللي كيخرج على الجرده. فهنا كنصور لكم كذلك الفو بلافون اللي فيه حتى هو لي سبوت، فكتبقى تريه مازال ما درتهاش، فحاليا خليته هكذا. فان شاء الله غادي ندير له كذلك دريه، غير مازال كنشوف مازال ما لقيتش الموديل اللي انا باغا. فكنتمنى لا فيديو ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم. كنتسنى اقتراحات ديالكم في التعليقات، قولوا لي حاجه اللي عجبتكم اللي ما عجبتكمش. فكنتمنى كما قلت لكم تبارطاجيو لا فيديو وتشجعوني بلايك. خليتكم فرحه الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.